العربيه الصحراويه الديمقراطيه الامين العام للجبهه الشعبيه لتحرير ساقيه الابراهيم. قدمنا من جزائر الوفاء لنجدد العهد ولنقول لكم اليوم لن يبقى أطفال الشعب الصحراوي لاجئون. لن يبقى أطفال الشعب الصحراوي لاجئون وأطفال العالم يعيشون حياة طبيعية. لن تبقى نساء العالم ينعمن بالرفاهية والعيش الكريم وتبقى نساء الشعب الصحراوي تعيش حياة المنافي والتشريد.